المبادرة الرئاسية حياة كريمة درة تاج المشروعات القومية، وواحدة من أهم وأعظم الإنجازات التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 30 من يونيو، بعد أن نجحت في تحسين مستوى المعيشة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً بمناطق ظلت مهمشة طيلة أعوام. المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير من عام 2019 شملت ربوع الجمهورية من القاهرة والوجه البحري إلى الوجه القبلي والمحافظات الحدودية، وسعت ولا تزال إلى تحقيق التنمية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً، لكي تحصل على كل مقومات الحياة الأساسية والثانوية لكي تحيا حياة كريمة. المبادرة أسهمت أيضاً في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، كما تتضمن شقاً للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، فضلاً عن تنمية القرى وفقاً لخريطة الفقر وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً. وفي أعقاب إطلاق المبادرة تم تدشين مؤسسة حياة كريمة لتكون المظلة الرسمية لعمل الشباب المتطوع في المبادرة لمتابعة المشروع وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وخلال مسيرتها حققت حياة كريمة الكثير من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع لصالح تنمية الريف المصري، كما أسهمت في تطوير حياة المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً بالكثير من المشروعات التي طالت مختلف القطاعات. واتصالاً بمتابعتها لما يجري من مشروعات، قام الرئيس السيسي بزيارات عدة إلى القرى التي تم تطويرها عبر حياة كريمة لتصبح قرى نموذجية شاملة توفر الخدمات كافة لقاطنيها. ولعل أبرز تلك القرى سدس الأمراء ببني سويف، وطمى وأم دومة بسوهاج، والأبعادية بالبحيرة، والمعصرة بالمينيا. كما تخطت مؤسسة حياة كريمة الحدود، حيث بذلت ولا تزال كل الجهود الممكنة من أجل التخفيف من وطأة الأحداث الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، فانطلقت قوافلها محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة وتزويدهم بمتطلباتهم من المواد الغذائية والطبية. وبلا كلل تواصل مؤسسة حياة كريمة المساهمة في تنمية الإنسان بالتكافل والتدخل السريع، ويواصل قطارها مسيرته دون توقف للوصول إلى وجهته وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.